السلام عليكم. هون بجامع البدوي مرينا بظروف عصيبة جدا. انضرب الإرهاب جامعنا، يعني أكثر من حوالي شيء 45 قذيفة صاروخية دفزح الجامع حول الجامع، وضرر الجامع تضرر كبير جدا. والحمد لله رب العالمين ضلينا صامدين. الحمد لله إني يا رب الحمد لله. كون عرفنا باسم حضرتك. عبد الرحمن غازي مؤذن المسجد. والحمد لله تعرض الله إلين يلا إن شاء الله تعالى نرجع بجيب أعمار فضل رب العالمين وجهود الناس الطيبة وإلين يا رب الحمد لله تعرض.